مبادئ تصنيفها، هو الدرس الأول في الوحدة الثالثة والأخيرة من مادة العلوم الصف الأول الإعدادي. يعني إيه تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها؟ يعني أنت مثلا لو رحت زيارة لحديقة الحيوان هتلاقي هناك حيوانات كتيرة موجودة في الحديقة زي الفهد، الزرافة، زي التعبان. هتلاحظ مدى التنوع الواضح بين الكائنات الحية، سواء بقى من حيث الشكل، الحجم، طريقة التغذية، البيئة اللي بيعيش فيها. يبقى في حاجات كتير بتختلف في الحيوانات زي الشكل، يعني شكل الفهد مثلا غير شكل الزرافة غير شكل التعبان، حجم الفهد غير حجم الزرافة غير حجم التعبان، طريقة التغذية، ده بيتغذى على حاجة وده بيتغذى على حاجة وده بيتغذى على حاجة، البيئة اللي بيعيش فيها برضو بتختلف. هيبقى بيختلفوا في الحجم أو في الشكل أو في طريقة التغذية أو في البيئة اللي بيعيش فيها الحيوان. عندي مثلا ده فهد، ده فهد، دي زرافة، ده تعبان، ده فهد، دي زرافة، ده تعبان. طب يا ترى التنوع ده بيقتصر بس على الحيوانات؟ لا طبعا، التنوع مش بيقتصر على الحيوانات، بل في تنوع كمان في النبات. زي عندي النباتات دي، عندي الفجير والقمح، عندي طحالب خضراء وطحالب بنية، وعندي ذرة وشجرة. يعني في مثلا شكل الشجرة غير شكل القمح، دي كبيرة، دي صغيرة، دي ضخمة، دي ليها أعشاب صغيرة. يبقى بيختلف كمان في النبات مش بس في الحيوانات. إذا في تنوع كمان في النباتات مش بس في الحيوانات. في كمان تنوع، يعني احنا الحيوانات بنشوفها بعينينا، النبات بنشوفه بعينينا. طب ممكن يكون في تنوع في كائنات احنا مش بنقدر نشوفها بعينينا، لا ترى بالعين المجردة؟ ايوه، في زي ايه؟ زي عندي الأميبا، دي كده الأميبا، دي طبعا لا ترى بالعين المجردة. عندي البراميسيوم واليوجلينا، عندي الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا. يبقى في تنوع في الكائنات الحية في الحيوانات، قلنا بيختلف في الشكل أو في الحجم أو في طريقة التغذية أو في البيئة اللي بيعيش فيها. في كمان تنوع في النباتات، قلنا إن الشجرة تختلف تماما عن القمح. قلنا كمان إن في تنوع في الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة، ودي ممكن تكون موجودة مثلا في التربة أو في الهواء أو في المية، وهي لا ترى بالعين المجردة زي الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا. طيب، ممكن الكائنات ممكن نصنفها نظرا للتنوع الهائل في أنواع الكائنات الحية، بتصنف لمجموعات عشان تسهل دراستها. زي إيه؟ أول حاجة في تصنيف النباتات حسب الشكل الظاهري، حسب الشكل الظاهري. بتختلف النباتات من حيث الشكل الظاهري، زي مثلا عندي ده طحلب، دي طحالب خضراء، طحالب خضراء، ودي طحالب بنية، دي طحالب بنية، وده مثلا قمح. بتختلف من حيث الشكل الظاهري، يعني في بعض النباتات بتتميز بجذور وسيقان وأوراق زي الذرة وزي القمح. نباتات بتتميز بوجود جذور وسيقان وأوراق زي القمح وزي الذرة. طيب، في نباتات لا تتميز بجذور وسيقان وأوراق زي الطحالب دي، زي الطحالب الخضراء وزي الطحالب البنية. إذا نقدر نصنف النباتات حسب الشكل الظاهري. يبقى أول حاجة تصنيف النباتات حسب الشكل الظاهري، تصنيف تصنيف الكائنات حسب الشكل الظاهري. وقلنا دي نوعين منها بيتميز، أول حاجة يتميز بوجود سيقان وجذور وأوراق، وقلنا دي زي القمح وزي الذرة. رقم اتنين، لا يتميز
وجود سيقان وجذور وأوراق. بأول حاجة في تصنيف الكائنات الحية، تصنيف الكائنات حسب الشكل الظاهري، حسب الشكل الظاهري. في كمان تصنيف النباتات حسب طريقة التكاثر، تصنيف النباتات حسب طريقة التكاثر. في تصنيف النباتات حسب طريقة التكاثر، ودي بتنقسم لنوعين: نباتات تتكاثر بتكوين البذور، ونباتات تتكاثر بالجراثيم. النباتات اللي بتتكاثر بالجراثيم زي الفجير، ادي الفجير ده كده شكل الفجير، ودي نباتات بتتكاثر بالجراثيم. طب في نباتات تتكاثر بتكوين البذور زي ايه؟ هي لوحدها كده بتنقسم لنوعين: النباتات معرات البذور، ونباتات مغطاة البذور. نباتات معرات البذور زي الصنوبر وزي السيكس، نباتات مغطاة البذور زي نبات البسلة. تعالوا كده نكتب الكلام ده. يبقى أول نوع تصنيف الكائنات حسب الشكل الظاهري، تاني حاجة تصنيف الكائنات حسب طريقة التكاثر، تصنيف الكائنات حسب طريقة التكاثر. قلنا إن في نباتات بتتكاثر بالجراثيم، يبقى أول حاجة الجراثيم، رقم اتنين تكوين البذور، رقم اتنين تكوين البذور. تكوين البذور دي كده لوحدها تنقسم لمعرات بذور ومغطاة البذور. فمعرات البذور ومغطاة البذور. يبقى في تكاثر حسب الشكل الظاهري، وده في النباتات بتنقسم لنوعين: واحد بيتميز بوجود سيقان وجذور وأوراق، اتنين لا يتميز بوجود سيقان وجذور وأوراق. رقم اتنين، دي كده رقم اتنين تصنيف الكائنات حسب طريقة التكاثر، ودي رقم واحد الجراثيم، رقم اتنين تكوين البذور. تكوين البذور يا إما معرات البذور يا إما مغطاة البذور. معرات البذور قلنا زي الصنوبر، مغطاة البذور زي الذرة والبسلة. طيب مغطاة البذور بتنقسم هي كمان لقسمين، تنقسم لقسمين: نباتات ذات فلقة واحدة، نباتات ذات فلقتين. زي ايه النباتات ذات الفلقة الواحدة دي؟ زي الذرة، زي الذرة. يبقى في نباتات مغطاة البذور بتنقسم لنباتات ذات فلقة واحدة زي الذرة، وزي كمان القمح. عندي نباتات ذات فلقتين زي الفول وزي نبات البسلة. كده نراجع اللي احنا قلناه من الأول. قلنا إن الحيوانات بتختلف من حيث الشكل أو الحجم أو طريقة التغذية. قلنا كمان إن في تنوع واضح في النباتات مش بس في الحيوانات، وفي كمان تنوع واضح في الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة. يبقى في تنوع واضح في الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة. ونظرا للتنوع الهائل في أنواع الكائنات الحية كان لابد من تصنيفها. صنفوها لخمس حاجات، خدنا منها احنا اتنين: أول حاجة حسب الشكل الظاهري، قلنا زي الطحالب الخضراء وزي الطحالب البنية، حسب طريقة التكاثر، ودي رقم واحد تكوين الجراثيم، اتنين بتكوين البذور. تكوين البذور بتنقسم لنباتات معرات بذور ونباتات مغطاة البذور. نباتات مغطاة البذور في منها نباتات ذات فلقة واحدة ونباتات ذات فلقتين. وكده نكون خلصنا الجزئية دي. إن شاء الله المرة الجاية هناخد تصنيف الحيوانات تبعا لطبيعة تدعيم الجسم. لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة إن أنت تراسلنا، وإلى اللقاء.